السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين أثر الثقة، متابعين الأوفياء. الله يبارك اليوم خوتنا، هذا الفيديو مخصص بلي صالون. راح تشوفوا معنا دي صالون تاع 7 بلاس وتاع سي بلاس اللي راهم دخلوا بقوة، وراح تشاهدوا معنا ثاني خوتي لي صالون ال. رانا نديروا جولة هكذا خفيفة خوتنا كما العادة، نقول لكم باش نوالفوا البلاصة تاعنا. ما عليكم خوتنا، قبل ما نبداو في الشرح تاع هذا لي صالون خوتنا، ماكس دو جيم وماكس دو بارتاج متابعينا الاوفياء. كيف اخويا اسلام؟ السلام عليكم عبد الرحمن، مرحبا بكم في قناه اثاث الثقه. اليوم راح نمتعوهم بلي صالون ان شاء الله. اليوم كامل راح يفرحوا معنا بلي صالون. خوتنا خويا اسامه واش راك؟ خويا السلام عليكم الاخ عبد الرحمن، وعلى كل حال خويا عبد الرحمن يعني راه معنا، ربي يحفظ ربي يخلي لنا خوتنا، وجزاكم الله خير على المتابعه تاعكم خوتنا وعلى اللي جام، ونشكر جميع الزبائن اللي زارونا في المحل خوتي، ورانا في خدمتكم 24 ساعه على 24 ساعه واصل. خوتنا اليوم راح تفرحوا بلي صالون، اليوم راح تتمتعوا بلي صالون، اليوم راح تشوفوا جديد. هاليك البيلوت، شوف البيلوت في الست بلاس، فخامه وقمه وهايل بزاف. خوتنا واش نبدا لكم الصالون من فوق؟ راح نبدا لكم من حاجه ثانويه وفي نفس الوقت اساسيه. شوفوا لي في تاعها، الله تاع هذا الصالون الله يبارك، مخدومين فلامي بزاف هايلين الله يبارك خوتي. في السيت بلاس هاي ليكم 3 بلاس تاعو، شوفوا كيفاش مخدوم، شوفوا ميم لي كوتي تاعو مخدومين كابيطوني، واللون لون واعر، لون واعر، اللون تاعو واعر خاوتنا. ميم القماش كي تجي تشوف هنا، تجي تشوف الملمس تاعو بزاف هايل خاوتنا. السعر تاع هذا الصالون هو 16800، 16 مليون 800، ورانا هنا خاوتنا نساعدوكم ونوصلو لكم، ماشي كاع مشكل. ومازال خاوتي تزيدوا تشوفوا جديد معنا في هذا الفيديو، كما نقول لكم دائما الاعجاب والنشر ورانا معاكم. راح تشوفوا معنا ثاني لو صالون موديل هارلي فيرسيون بزاف هايله. تفضلوا خاوتي شوفوا الان بلاص حال هايله، شوفوا لي بي تاعو، الخدمه تاع الظهر تاعو كيفاش مخدومه، شوفوا خاوتي ثاني الدو بلاس بزاف هايله. عندكم ثاني هذا لو موتيف اللي راهو هنايا اون بوا اتر، اللي الشارم تاعو خرج بزاف واعر خاوتنا. شوفوا ثاني لي بيي لهنا مخدومين شغل دوبلي، هذا الصالون فخامه، هذا الصالون قمه خاوتنا. الهارلي اون نوفيل فيرسيون خرج قيمة. نعم خويا اسلام عبد الرحمن، ولي كولور خويا العزيز. لي كولور، لي كولور عند محل اثاث الثقه ما راهمش ليميتي، هكذا تقدر تخير اي كولور في بالك اثاث الثقه توفرها لك. ليك 3 بلاص على بالي خاوتنا من 80 هذا الصالون يكون في 6 بلاص، بصح الشارم تاعو راه في 6 بلايص وماشي مشكل، تحب 6 بلاص ماهوش مشكل، وننصحكم انه يكون 6 بلاص. هكذا خاوتنا السعر تاع هذا لو صالون هارلي بلا فيرسيون جديده راهو بشحال؟ 16800 برك، 16 مليون 800 فقط متابعينا الاوفياء. خاوتنا بارطاجيو وزيدوا تشوفوا معنا جديد. دوك نديكم واحد صالون هبال راكم باش تشوفوا فيه من بدايه الفيديو، على بالي يعجبكم. ليك شيسترفيلد، لو صالون موديل شيسترفيلد خاصه في هذا اللون لا كولور بلو فير، واعر هذا اسلام، هايل هايل هذا الصالون، واعر واعر خوتنا. شوفوا برك عبد الرحمن ولو ديزاين لهنايا يا حبيبي، هاني رايح ليه. قلت له شوفوا برك لاكودوار تاعو كيفاش يهبط ديزاين حتى البي، حاجه بزاف شابه خو. الله يبارك ليك الله يبارك خوتنا. هذا بوا اتر، هذا لو اتر، هذا خشب الزان، هذا فينيسيون، وهذا صحه عبد الرحمن. نعم صح، هذا الصالون شباب صح. نعم ايماجين نزيدوا له هاد لاطابل. واعرة واعرة اخو. اسلام لو صالون كيما راك تشوف اون بلاص تاعو تما كيبان الشارم تاع لاكودوار، تما راهم قراب لبعضهم بعض لي دو موتيف، واش راهم مخدومين؟ مخدومين فلامي، تما كون تزيد له الطابلة وزيد له الفلامي تخرج قمة. وين تزيد له؟ زيد له هذه هذوما راهم دي طابل جيكون، خرجوا جديد، خرجوا جدد كيما راك تشوف فيهم. هذا سي نوفو ستيل، هادو دي طاب شيكون. وين يدخلوا؟ يدخلوا في الصالون باش كي تريح تحط القهوة تاعك هكذا في وسط الصالون تاعك، ماشي الطابلة هنا تحط فيها والأخرى تحط فيها لهنا، يجوا ثلاثة، يجوا من الكبيرة الصغيرة. هاي ليك ولو بري تاعهم واحد شحال؟ هادو ما يديروا 18،
يديروا 18 في يوم الكهان، يجوا ثلاثة حبات يديروا 18. نواصلوا متابعينا الأوفياء مع لو صالون تاعنا اللي فيه 6 بلايص، 6 بلايص ثاني، 6 بلايص بصح فخامة. شوفوا كيفاش مخدوم، كابيتوني هايل هايل، ميم لي بي تاع لاريير تاعو مخدومين بي غازيل. خاوتنا الساعة تاع هذا لو صالون هو شحال خويا اسلام؟ 17 مليون و800 17 مليون و800 17 و800 فخامة. هذا في رمضان هبال، هذا في رمضان احلى قاعدة مع العائلة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نروحو نشوفو الهارلي بلا فيرسيون تاعو جديدة في ستيل جديد كيما راكم تشوفو فيه، وفي اون نوفيل كولور. هذا راهو البيج بالمارون ما شاء الله خاوتنا، بزاف هاي 6 بلايص 6 بلاص. ميم هاد لاطابل واعرة اسلام، هذه هي طابله فيها ربع اولادها. تقدر تكون دو طابله، تقدر تكون دو طابله. تلاقي كاع هذه لي بتي طابل كي تلاقيهم كامل وحده في وحده يولوا دو طابل ما شاء الله خوتنا. السعر تاع هذا لو صالون هو كما قالنا الاخ اسلام شحال؟ 16800 برك، 16 مليون و800. ب 16800 فيه سباتي من هنايا، لي بي تاعو في الاتر وفلامي، ما تندموش عليه خاوتي. دوك نزيدو نحطو تحت، نزيدو نشوفو دي صالون واحد اخرين. نتوما هذا الوقت فاش تستغلوه في الاعجاب والنشر والاشتراك متابعينا الاوفياء. خاوتنا متابعينا الاوفياء، الان رانا في الطابق الاول تاع محل اثاث ثقه. اللي ثاني كي تجو لهنا تصيبو بلوزيور موديل تاع لي صالون، وراح نبدا لكم بواحد الصالون اللي راه مخبي لهنا على اليسار. هاو لكم لو موديل اكس اس خاوتنا. هذا الصالون الله يبارك وين تحطو راح يبان هايل. نستكمل المخده تاعو كيما راكم تشوفوا خاوتنا، اللي كيما راكم تشوفوا لي جوتي تاعو مخدومين فلا كولور موطارد، هايلين هايلين هايلين. المارون فونسي ولا هكا ميلونج بين المارون والبيج كي ناكدوا. هذا مارون دوري، بيج دوري عفوا، هذا راهو بيج دوري. هذه هي لا كولور تاعو، في 7 بلايص خاوتنا، 7 بلاص. عندكم تحت لي بي تاعو في الاتر، في البوا اتر كي العاده فلامي. هذا لو صالون اكس اس ولو صالون بيلوت راهم داخلين في الثقافه تاع محل اثاث ثقه، دي صالون اللي بزاف هايلين. السعر تاعو خاوتنا شحال؟ 13 مليون و800. وليكم متابعينا الاوفياء ب 12 و800 ماشي مشكل، 12 مليون و800. سيرتو هذا لاطاب الباص تخرج بزاف هايله مع خويا اسلام، هايله هايله. كي نشوفوا لهنايا لاطاب الباص في الاتر، ونزيدو نشوفو لي بي تاعو لي ثاني في الاتر مخدومين فلامي وطري سوليد، يتمارياو بكل سهولة مش راح تعاني معاهم. هذا هو لو صالون موديل اكس اس، شوفو برك اون بلاص تاعو شحال شابة خاوتنا. هذا سام والسامبل ما يتملش. هاليكم ثاني تروا بلاص، والكوتي تاعو مخدوم ستيل كابيتوني، ماشي داك لي مغنجق بزاف، حاجة هايلة هكا خاوتنا. هذا هو لو صالون اكس اس ليكم 12 مليون و800، ماشي كاع مشكل. نزيدو خاوتنا نروحو نشوفو ان اوتر صالون، نروحو نشوفو ان اوتر صالون، نخرجو شويه من القماش، نروحو دوكا لوسي ميلي كوير. ها ليكم هذا ستي نوفو موديل، دخل موديل جديد هايل بزاف خاوتي، واعر واعر هذا. شوفو خاوتي دو بلاص، عفوا 3 بلاص تاعو كيفاش مخدومه خاوتنا. بعد ما شفتو 3 بلاص تاعو نروحو نشوفو دو بلاص تاعو اللي مخدومه ثاني بزاف هايله، بهذا لو موتيف اللي راهو هنايا اون بوا كيما راكم تلاحظوا فيه في البوا اتر، متقون متقون هذايا، متقون متابعينا الاوفياء. وهاي لكم ثاني اون بلاص، شوفوا خدمتها كيفاش دايره، طري سوليد وبيان فيني خاوتنا. هذا السعر تاعو راح تتفاجئوا به، راح تتفاجئوا به مقارنه بلا فينيسيون والخدمه، راح تسمعوا بريه بال ب 14 و800 برك، 14 مليون و800. واصل حتى لدارك ماشي كاع مشكل، وين ما كنت في الجزائر ب 14 و800 فقط خاوتنا. شوفوا برك الخدمه تاعو اللي هنايا في الظهر، خدمه بزاف متقونه. امام هنا ثاني خاوتي في الدو بلاص في الظهر تاعو، خدمه فيني خدمه فيني، اللي كونفورتابل بيان سور، سيرتو القعده تري كونفورتابل. بعد ما شفنا في 7 بلاص وشفنا في 6 بلاص وشفنا بليزيور موديل، دوكا نروحوا للال متابعينا الاوفياء. تفضلوا ندي لكم واحد الال اللي ماشي كاع كيما لي ال الاخرين. هكذا خاوتنا هذا الال واعر، هذا الال هاي. اول حاجه متابعينا الاوفياء كيما راكم تشوفوا مخدوم توجور في لو ستيل كابيتوني،
مخدوم ستيل كابيتوني ستيل كليك لاك ستيل كليك لاك هذه قلت لهم اول شيء هو ستيل كابيتوني ثاني شيء هو هذا لولي يقدر يدخل تحت الال تاعكم موري لهم خويا اسلام يدخل بكل سهولة ويفتح ثاني بكل سهولة ما شاء الله خاوتنا نزيد نروح لكم في ديتاي واحد اخرين اللي هو لو ميكانيزم هذايا راهو مخدوم هنا في الجزائر برودوي لوكال ها عليكم لا سودير راهي باينه سما حاجه سوليد اللي صنعوا تعمد انه يخدموا هنا اون برودوي لوكال خير من اللي يكون تاع الامبورطاسيون اللي يخسر الروكاع صراحه نزيدو خاوتنا نروحوا من هنايا على اليسار واش عندكم اخ اسلام لو نوضحوا لهم على اليسار كيفاش يفتح هذاك لو كوفر تفضلوا خاوتي اسمعوا الميكانيزم الخدمه الله يبارك فيك شوفوا خاوتي شوفوا لا فينيسيون اون تري بيل فينيسيون خدمه هايله وبيان فيني ومخدوم كامل كابيتوني ولونكادرومون لا كاركاس تاعو من الداخل كونك مهني حاجه لي صحيحه وحاجه تاع ادوام خاوتنا مازال نزيدو نشوفوا ثاني قبل ما نروحوا ان اوتر صالون نقول لكم السعر تاع هذا هو 15 مليون 800 ب 15 و 800 متابعين الاوفياء نزيدو نشوفوا لو ال بيلوت اللي راهو تحته مع بعض خاوتنا هاو لكم لو صالون بيلوت لو ال بيلوت اللي قلت لكم عليه هذا مخدوم كيما لو صالون ارك لو غايب علينا ومخدوم في الان هكذا خاوتنا شوفوا لي كونتي تاعو ثاني مخدوم ستيل كابيتوني كيما راكم تلاحظوا خدمه هايله خدمه بيان فيني هنا في الظروف يبان لكم احسن سيرتو في لا كولور غريز سي فري كو ميل الجبال سي فري كو لي كولور الاخرين هايلين في المارون ثاني خرج هايل بصح في الكري خرج قمه قمه وعلامه متابعينا الاوفياء للتوضيح فقط خوتي تقدروا كي تقلبوا المخايد يولي لكم كاع كولور اوني تسمى كي تبدا تقلب كاع المخايد يولي لكم كولور اوني كي العاده لي بي راهم اون بوا اتر بخشب الزين كيما راكم تلاحظوا هكذا متابعينا خاوتنا هذا السعر تاعو هو 10 مليون 800 دي مليون 800 مازال خاوتي زدتو نخدمو بان صالون ايجيبسيان اللي واعر بزاف عشاق الذوق الملكي وعشاق الذوق المصري والستايل المصري ما نسيناكمش متابعينا خاوتنا هاو ليكم هذا لو صالون في السيت بلاس اللي بزاف متابعين تاعنا عشقوا هذا الصالون حبوا هذا الصالون وداو هذا لو صالون ومازال متوفر عندنا خاوتنا الكميات ما تخافوش منها عند محل اثاث الثقه والاسعار دائما جد معقوله كيما راكم تلاحظوا هذا لو موتيف اللي راه من الاعلى خاوتنا راهو مخدوم امان باليد خاوتي تفضلوا شوفوا ميم خاوتنا هنا في لي بلاس كاع في الطروا بلاس شوفوا خاوتي هذا التصميم خدماته يد خدمه انسان وحنا الخدمه اللي يخدمها الانسان نقيموها وكي العاده سي فري كو الخدمه تاع الانسان عندها قيمه ولكن جيوبكم دائما يقعدوا في سلام مع محل اثاث الثقه هذا لو صار كيما راكم تلاحظوا فيه كامل 7 بلاس هاي 1 بلاس 1 زوج هنا 3 بلاس 6 زوج 5 7 هكا خاوتنا هذا السعر تاعو هو 14 مليون 800 باش بهذا لاطاب الباستي ثاني مخدومه سكيورتي امان فلو اتر بوا اتر وهذا لو فري ماربر من فوق خاوتنا هذا رخام تاع الصح باش يكون في العلم تاعكم وعندكم لي بوكي كامل بيان سونطري رام سونطرين بيان هذو لي بوكي اللي في القماش كيما راكم تشوفوا خاوتنا السعر تاع هذا لو صالون نكرره لكم ب 14 و800 فقط ورانا هنا نوصلوا لكم ماشي كاع مشكل خاوتنا نشكركم على متابعه هذا الفيديو نشكركم على نشكر كل واحد سجل اعجابه نشكر خويا اسلام اللي رافقني في هذا الفيديو السلام عليكم بارك الله في خويا اسلام هكا خويا نشكركم خاوتي على متابعه هذا الفيديو تنساوش اللي مازال ما سجل اعجابه الاعجاب والنشر والاشتراك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته